نروح بقى مع حضراتكم نتكلم هنا عن اعمال التشييد. الخطيب بيتفقد اعمال التشييد بفرع هنا تحديدا التجمع الخامس اللي دايما بنتكلم عن الطفره اللي بتحصل في كل الفروع، بس امبارح تحديدا راح كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكان بصحبته عدد من اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي للنادي وعملوا جوله تفقديه الخطوات التنفيذيه معدلات العمل في المشروعات الانشائيه المنتظر ان شاء الله الانتهاء منها خلال الفتره المقبله الخاصه بفرع النادي بالتجمع الخامس. حرص الكابتن الخطيب على متابعه اعمال التشييد والبناء في منطقه الملاعب اللي بتضم التنس والسله والطايره وملاعب الكره الخماسيه والملعب الرئيسي، حيث كمان تم الانتهاء من تسويه الارض ووضع القواعد العاديه والخرسانيه لجميع هذه المشروعات. كمان خليني اقول لحضراتكم تفقد رئيس النادي واعضاء المجلس والمدير التنفيذي اعمال الانشاءات الخاصه بالمسجد اللي المفروض ان هو هيتسع لاكثر من 1000 مصلي، وذلك برضو بعد صب القواعد الخرسانيه الخاصه به واكاديميه الكره، بالاضافه الى بوابات النادي المختلفه اللي هيتم تشييدها بنفس النموذج المعماري الخاص بجميع بوابات الفروع المختلفه. خلينا نقول كمان بالشكل اللي يحافظ على هويه النادي، ويمكن ده شفناه في فرع الجزيره كريم بجد شكل جميل. من ناحيه ثانيه بقى قال المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره ان العمل مستمر في فرع التجمع الخامس على قدم وساق، ومن اجل هنا الانتهاء منه وافتتاحه خلال الفتره المقبله بعد الانتهاء رسميا من اعمال البنيه التحتيه كامله، حيث هتشهد المرحله المقبله الانتهاء من اعمال التشييد الخاصه باسوار النادي كامله والمبنى الاجتماعي وملاعب التنس والسله والطايرة وايضا اليد. ده بالاضافه خليني اقول لحضراتكم لملعبي كره القدم للكبار وايضا اكاديميه النادي، وكمان غرف الملابس الخاصه بهذه الملاعب وساحه انتظار السيارات اللي هتكون داخل النادي على غرار طبعا فرع الشيخ زايد. اوضح المستشار الهندسي لمجلس الاداره ايضا ان الاعمال الخارجيه الخاصه بتوصيل المرافق هيبقى العمل فيها مستمر ايضا على التوازي مع الخطه الانشائيه، ووجه الكابتن الخطيب بسرعه الانتهاء من جميع الاعمال الإنشائية، ده طبعا وفقا للخطة الزمنية المحددة لخدمة الأعضاء، وذلك أيضا بالتزامن مع كل الملفات على مختلف الأصعدة الإدارية والرياضية. كمان امبارح قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي بتفقد أعمال التشييد الخاصة بمشروع الجراج السطحي بفرع النادي بمدينة نصر، واستعرض الكابتن الخطيب مع أعضاء المجلس والمدير التنفيذي ومعاهم المهندس سامح علي كامل والمهندسين المنفذين للمشروع الشرح الهندسي الخاص به للوقوف على آخر الخطوات اللي تم تنفيذها من أجل الانتهاء من إنجازه في أقرب وقت ممكن، خصوصا وإن المشروع سينهي الأزمة الخاصة بتكدس السيارات حيث سيتسع 1000 سيارة. وقال المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة إن الأمور بتسير بشكل أكثر من رائع في مخطط إنشاء الجراج السطحي من أجل الانتهاء منه في موعد أقصى يونيو القادم إن شاء الله، وأوضح إن المشروع سينهي أزمة تكدس السيارات التي ظلت قائمة طوال السنوات الماضية قبل أن يشرع المجلس الحالي في تنفيذ المشروع من أجل إخراجه إلى النور في الشهور القليلة المقبلة، مؤكدا أن العمل متواصل من أجل افتتاحه قريبا لخدمة كل أعضاء النادي. والله الواحد بينبسط بجد وبيحس بكده بسعاده ان احنا عمالين نشوف مشروعات انشائيه وخدمات بتقدم، ومجلس الاداره بيكون حريص وبيتابع بنفسه، كابتن الخطيب كمان بيروح بنفسه عايز يتاكد ان كل حاجه بتتم على احسن وجه، وده كله ليه؟ ده كله في الاخر لخدمه يعني اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، فانا اعتقد ان دي حاجه في غايه الاحترام، وبجد احنا مبسوطين اصلا واحنا بنقول الاخبار دي.